ما انتم شايفين اليوم نقوم بالاستعداد لارسال باخره مساعدات تحمل على متنها 250 طن من المساعدات الانسانيه، تشمل بطانيات وبعض المستلزمات الشخصيه ومصابيح اضاءه لمساعده المتضررين في اوكرانيا، وذلك ضمن الدعم الاغاثي المستمر من دوله الامارات العربيه المتحده للمساهمه في تخفيف من حده التداعيات الانسانيه التي تواجه الاوكرانيين نتيجه الازمه الحاليه. وشحنة المساعدات الحالية سترسل إلى بولندا ورومانيا عن طريق البحر ليتم نقلها بعد ذلك إلى الأراضي الأوكرانية. طبعاً تأتي هذه المساعدات ضمن المساعدات الإنسانية التي خصصتها دولة الإمارات إلى المدنيين المتضررين من الأزمة في أوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار، وهذا يؤكد ولله الحمد على حرص القيادة الرشيدة على تقديم المساعدات الإنسانية وبشكل دائم. وحاب ايضا اضيف في النهايه باننا نعمل في الوقت الحالي على تجهيز دفعه مساعدات مدرسيه عن طريق ارسال طائره مساعدات في اغسطس تحمل بعض اجهزه الحاسوب لطلاب المدارس ومعدات المدرسه تشمل شنط مدرسيه ومستلزمات الدراسه.